بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية مدني حمزة عبد بره أيام مقعابي حبنا كتير سنقولها وسيرة ده. رئيس الوزراء حمزة عبد بره مركو أركي قضب كسجاشن يتضباد فرقدي سدحاد الدستور كوميل جارك مركو أركي قضب كسجاشن يسديداد فرقدي سلباد حرفها أيبا الدستور كوميل جارك مركو أركي قضب كبقولاد حرفها أ ب ي ع الدستور كوميل جارك مركو أركي هولها بحد لهوريا لا حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية مركو تحجليي ثلاثة مدحونها الجمهورية الفدرالية الصومالية مركو جروس ذي باهيد اللقبو حبناها قلها وسيرة ده حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية وحى ومقعبي حبناها واسق حسن مدن أحمد معلم فقي وزير كأرمها دبدي إسكاشي عالمي جاء مدن علي يوسف علي حوش وزير كأرمها جودها فدرالك يدبوشي سينتا جنرال عبد الله الشيخ إسماعيل فرتاج وزير كأمنك جودها عبد الله بدان ورسمي وزير كوزارة تمرت يبيها مدن محمد آدم معلم وزير كوزارة البوسطة إسكارسينتا التكنولوجيا مدن أحمد عمر محمد وزير الدولة وزارة البيئة يسبدل كعملة مقعابستاني وحاي دقن قليسا مركو الصحيحة رئيس الوزراء حكومة الجمهورية الفدرالية الصومالية مدن حمزة عبد بره وحان لغوصو صاريا فافنت الرسمي الجمهورية الفدرالية الصومالية وبالله توفيق.